أعلن الحسن عبيابة ناطق رسمي باسم الحكومة عن عزم وزارته إنشاء مؤسسة للعناية بالفنانين والفنانات في وضعية صعبة. وقال عبيابة في الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس إن بعض الفنانين يعيشون وضعية صعبة، زرت عددا منهم علنا وسرا واكتشفت أن العدد منهم يتزايد ويحتاجون لرعاية مستديمة. وكشف الناطق الرسمي باسم حكومة العثماني أن قطاع الثقافة في وزارة الشباب والرياضة والثقافة يفكر حاليا في إنشاء مؤسسة خاصة بجميع الفنانين والفنانات الذين يعيشون وضعية صعبة، وهذا واجب الوزارة. وأشار عبيابة في رده على سؤال حول وضعية الفنانين بالمغرب بالقول: هذه المؤسسة ستبقى مكسبا لوزارة الثقافة على الدوام، ونحن في طور المشروع الذي سيرى النور قريبا.